والكلمة الآن سيدة بايا جنان. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير الأول، الطاقم الحكومي، زملائي زميلاتي أسرة الإعلام الزفلون، السلام عليكم. السيد الوزير الأول الذي أتمنى أن يلتحق بالمنصة، إن عدم تقديمكم لبيان السياسة العامة يتعارض مع أحكام الدستور. لقد فضلتم تقديمها للشعب عبر 48 ولاية بدلا من طرحها أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن مخطط الحكومة الذي بين أيدينا استنساخ لسابقيه، فهو مخطط يفتقر إلى التطبيق. إن اللامركزية والديمقراطية التشاركية التي تحدثتم عنها ظاهرية فقط، كما أن الفصل بين السلطات، تقريب الإدارة من المواطنين واستحداثها، تحسين الخدمة العمومية، يبقى حبر على ورق في ظل الاحتقان السياسي وانتشار العقلية السلطوية المحتكرة. سيد الوزير الأول، يجب أن نتذكر دائما بأن المشكل العويص الذي يعاني منه الجزائريون البيروقراطية، فهي غول يصعب محاربته لأنها معششة في الإدارات العمومية منذ الاستقلال بسبب الذهنيات السلبية للمسؤولين. فالمواطن الجزائري يؤمن فقط بالملموس، ولهذا السيد الوزير الأول، فإن تجسيد الديمقراطية الفعلية كآلية للتسيير وتنظيم الدولة يجب العودة إلى القاعدة وإعطاء للسلطة المحلية ومنتخبيها صلاحيات حتى يتمكنوا من أداء مهامهم وخدمة الوطن. سيد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن إعادة صياغة قانون البلدية والولاية لم يحرر المنتخبين المحليين من قيود كبلت أيديهم وإرادتهم وصعبت من أداء مهامهم في خدمة المواطنين وتلبية حاجياتهم، وإلا كيف نفسر ما جاء في قانون البلدية الذي يقول المنتخب البلدي الغير منتدب يتقاضى راتبه من طرف المستخدم خلال أداء مهامه. في قانون الولاية يقول أيضا المنتخب الولائي غير المنتدب يتقاضى راتبه من طرف الدولة من خلال أداء مقامه مهامه، ففيهم من الضبابية الكثير. سيد الوزير، المنتخبون المحليون أينما كانوا في ربوع الوطن، وبالأخص غير المنتدبون يتعرضون لضغوطات كبيرة من مستخدميهم مما يعرقل أداء مهامهم، ولهذا من الضروري إيجاد حل عاجل لهذا المشكل. النقطة الأخرى، سيد الوزير، حان الوقت لإعادة النظر في البند المخصص لميزانية الطرق الولائية والبلدية التي حرمت من نصيبها في 2013، مما صعب من أداء مهام رؤساء البلديات للاستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين. إن الأولوية تعود إلى تزويد المناطق النائية الجبلية منها وأقصى مناطق الصحراء والهضاء بالعليا، وكم حز في نفسي معاناة شباب أهل برج باجي المختار، عين قزام، عين أميناس، تنزا وتين من خلال الزيارات التي قمنا بها رفقة زملاء النواب السنة الماضية، معاناة لا حدود لها. إنهم لم يروا النور بعد، يطالبون بالحق في الحياة ألا وهو الإدماج في العمل. بالأمس ضحى أجدادهم من أجل رفع راية الجزائر، واليوم ينتظرون من الدولة الكثير. سيد الوزير الأول، إن الفاعليين الحقيقيين يتواجدون على مستوى القاعدة، فإذا كان السلاح هو الذي منحنا الاستقلال فإن القانون يمنحنا الحرية. ففي خطابكم السيد الوزير الأول، وأنتم تكررون هذا الكلام في كل مرة، الجزائر غنية، لها إمكانيات، يوجد المال. إذا كنتم تبحثون عن مراجعة قانون الاستثمار فلا داعي للإطالة في البحث عنه، لأنه لا يوجد خير من تثمين الموارد البشرية، فهم يتميزون بطاقات هائلة وإمكانيات معنوية وفكرية جبارة. لقد وعدتهم ببناء استراتيجية لفائدتهم، تحدثتم أيضا عن عدد الجامعات، إنجازات كبيرة، لكن في آخر المطاف
فهي تنتج البطالين. سيد الوزير، من أكبر رحايا هذه السياسة الفاشلة هم الطبقة الشبانية مستخدمو عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وجوب تلبية مطالبهم المتمثلة أساسا في إدماج هذه الفئة العمالية في مناصب عمل دائمة، تجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج فئتهم واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد احتراما لدولة القانون التي تتغنون عنه. يجب إلغاء سياسة العمل الهش. سؤال آخر مطروح لوزير العمل والتضامن الاجتماعي سيد الفاضل، قد قدمت لكم سيد الوزير عريضة من طرف عمال الأسلاك المشتركة والمهنيون وأعوان الأمن والوقاية من أجل تحقيق أجر محترم يتماشى والقدرة الشرائية للفئة الأكثر حماناً في الوظيفة العمومية. فرغم الزيادة المعلن عنها الهزيلة في مايو الماضي المقدرة ب10% في النظام التعويضي والزيادة المعلن مؤخراً ب30% تعتبر ذائلة جداً ولن تقضي على شبح الفقر نظراً للظروف المعيشية التي تشكو منها الأسلاك المشتركة. سيد الوزير، إن التزام الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين حول الملفات المرفوعة للبث فيها والمتعلقة أساساً بملف المشتغلين على الرتب الأيلة للزوال، معلمون، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيون، مساعدو التربية، مخبريون، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني، بالإضافة إلى المتكونين ومنهم قيد التكوين، أحقيتهم بالاستفادة من الرتب المستحدثة المرفوع استعجالا للبث فيها، بالإضافة إلى منحة التأطير والبيدوراجية، حان الوقت الأخذ بعين الاعتبار دون التردد. وزارة المجاهدين، سيد الوزير، خير ما تفعله تكوين لجنة للبحث التاريخي والاهتمام به، وضرورة استرجاع الأرشيف الوطني حتى وإن كلف ثمنا غاليا، لأن لا يوجد من أغلى دم الشهداء ومن استعجال أخذ بعين الاعتبار طبعا حالة المجاهدين معطوبي حرب التحرير الذين يعانون وضعية مزرية وبالأخص في سن متقدم. سبحان الله، فعرقيل بيروقراطية تمنعهم من المتابعة الصحية